يوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل، طريقة الاستخدام، التسجيل، الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الهاتف المحمول. نقوم بالضغط هنا ثم سوف نقوم بالضغط هنا على طلب الاستفادة، ثم سوف نقوم باختيار الجنس أنثى أو ذكر. هنا سوف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطني التعريف الإلكتروني. هنا سوف نقوم بكتابة معرف الرقمي. هنا سوف نقوم بإدخال تاريخ الولادة. هنا سوف نقوم بإدخال رمز الأعلى. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا تأكيد، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل نقطة الاتصال الهواتف المحمولة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.